تعالي لي يلا بينا. هاتوا لنا الصور بتاعت فريد يا جماعه، هاتوا لنا الصور والجمال اللي عمله فريد. شويه صور حلوه، ده من ذوقك حبيبي والله. شويه صور حلوه الحمد لله. ايه يعني ايه اللي انت بتفكر فيه وانت انا بحب التفاصيل، عارف انت الكي ووردز دي اللي هي الايه اللي دخلني. ما هو في مصورين كتير بيصوروا ويطلع 5000 صوره في الماتش، ليه دايما عندك صوره حلوه؟ انا فاهم انه فيها جزء رزق، هي طبعا كلنا رزق فاهمين أكيد. طبعا جزء كبير طبعا طبعا طبعا. ايه ادينا شويه اسرار كده. لا هو يعني اسرار ايه بقى؟ بص هو انا طبعا ده ما اقول انا اسرار. لا لا بلاش. سواء كان راجل كان جاي دقنه طويله بس يعني حصل له مشكله يعني في دقنه واحد حلاقه ظبطها له يعني هو ده مش شغل فريد الاصلي عشان هو الصور بتاع فؤاد المهندس وانا شيلته. اتفضل قول بقى الاسرار عشان ما اقولش اسرار انا كده. لا خلاص كده. والله هي مش اسرار. هو انا ببقى مركز قوي كل ماتش، بقول يا رب مركز، بحاول اقرا مفاتيح الماتش بتكون ايه، مين افضل حد ممكن يطلع. انا كنت هتكلم على الصوره دي والله، انا كنت لسه هتكلم على الصوره دي والله. العالم كله نقر الصوره دي بالذات. الحمد لله العالم كله فعليا حرفيا كل المواقع والوكالات الاجنبيه كل الناس صوره محمد صلاح وهو يواسي اشرف حكيمي بعد مباراه مصر والمغرب. دي صوره فريد قطب يا جماعه، عشان الراجل تبقوا عارفين الراجل اللي قدامنا ده، الراجل اللي قدامنا ده هو اللي صور الصوره دي اللي حضراتكم كلكم شيرتوها. طب معلش برضه عشان ادي فريد حقه. في اللقطه دي او في اللحظه دي كل المصورين بيجروا يا اما عشان يصوروا الفرحه بتاعت لعيبه مصر، يا اما يصوروا عشان حزن لعيبه المغرب. اللي يفضل مركز بقى على لقطه زي دي ده واحد عبقري. صح، شكرك جامد. احكي لي انت بقى الصوره دي. بص هي الصوره دي هو اول ما الحكم بيصفر يعني بيكون فيها هرجله، هرجله من المصورين، هرجله من الجمهور، هرجله من اللعيبه. لكن انا متارجت ايه؟ انا متارجت ان هو اكيد محمد صلاح. انا برضو محمد صلاح لاحظت انه هو يعني عمال يتنقل، فانا يعني مركز معاه هو. هو بيدور على حكيمي، هو يعني هو بيتنقل حتى. برضو انا كنت عمال اصوره هو وبصور تريزيجيه، كان برضو بيواسي حد من اللعيبه. وانا قبل ما اتحرك من مكاني عشان خاطر اصور فرحه الفرحه او عند الجمهور وكده، الاول باخد حزن وفرحه هايل، فكنت مركز قوي مع صلاح. فطبعا بحمد ربنا ان هو جات الصوره. جات الصوره دي فالحمد لله يعني. يلا تعالى الصوره اللي بعدها. الصوره دي الحمد لله انا واخدها من كادرين مختلفين. نفس الصوره هي بكادر ورا الجون وال يعني والكادر ده انا كنت مثبت كاميرا ورا الجون عشان خاطر بتحكم فيها بريموت بايديا عشان خاطر اقدر اخد ثواني يا جماعه، واحده 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 عشان ناخد صوره مع الراجل. ده 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 ماتش كوديفوار. مش في بقى في 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 صوره إيه؟ زيها نفس الكادر هو بس من ورا الجول. نفس الصوره نجيبها بس نشوف الصوره. ماشي اللي بعدها. لما تيجي يلا. دي ده طبعا انقاذ مهم جدا قبل 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 ما يتصاب الشناوي. طبعا وده ناوي الصوره عارف بتتكلم يعني طبعا كانت لحظه فارقه يعني. يعني حاجه زي دي لو دخلت طبعا مشكلة اللي بعده يعني. دي بقى اللحظة الحاسمة بتاعت مصر وكوديفوار. الضربة دي طبعا الضربة دي انا بس احكي بس كواليس. احكي لي. انا طبعا عشان خاطر انا يعني مصور اوفيشال، فانا بيبقى بتحقق لي ان انا اتحرك في اماكن معينة. فانا بحب اركز على حاجة يعني. انا كنت متأكد ان او يعني عندي يقين ان ابو جبل هيعمل حاجة. يعني عندي يقين. فايه اللي حصل؟ الحصل ان انا قمت واخد الكادر جنب الملعب الشمال عشان خاطر اكون كاشف ابو جبل. كاشفه. بس 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 ده بيخليني ما اقدرش اجيب كويس اللي بيشوط. هي بقى ايه يعني شروه رزق. صح. يا دي فانا مركز مع دي. عشان كده جبت صلاح من الزاويه دي. لا ده انا لسه ده لسه. فالحصل دي كانت اخر ضربه. فقمت بسرعه جاي اصل خلاص لو كسبنا هيبقى خلاص، فلازم اجيب الضربه لايه؟ قمت جاري بسرعه من المكان ده متحرك ضرب سبرنت بمعداتك بحاجتي بس هو مش الناس برضه ما تبقاش فاهمه انت ماشي بمعدات. بحاجات وبرضه انا صفر في في 30 ثانيه المفروض. انا برضه يعني ما اقدرش انسى والله. يعني دكتور عادل كان واقف جنبي وعينه عليا زي انا والله يعني عليا ايه انا معاك. انت يا شخاطر ايه هو عرفت انا يعني حركي، وطبعا ده المكان ده صعب حد يقف فيه فعطول يحميني يعني. طبعا فجريت بسرعه اجيب اللحظه دي. الله. فالحمد لله كنت يعني ربنا وفقني انا جبت الضربه نفسها. والصد المهمه هاتوا لنا يعني اللي بعدها يا جماعه. كلام حلو قوي دي الصد.
والصدى اهي. دي الصدى بقى بس. في في صوره يعني في اكتر من صوره للصدى. في دي دي يعني سيكونس كتير للصدى. طبعا يعني يعني رب طب دي بقى صوره الماتش والمغرب. الصوره لطيفه يعني محمد صلاح يعني وهو ولاعب المغرب بيجري يعني يعني باين هو بيجري منه يعني مش بيجري منه بيجري منه فاهم. السؤال بعده دي برضو دي بقى اللحظة الحسنة. برضو انا بحمد ربنا ان 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 ان, إن انا كنت واقف في مكان المكان ده الزاويه اللي هو اترمى فيها ابو جبل. طبعا يعني كانت يعني كانت مهمه الحمد لله ربنا كرمني بيها يعني فبس الحمد لله. السؤال اللي بعدها دي اللي احنا قلناها بتاع كوت ديفوار. دي بقى انا خدت اوردر من مديري ان انا اطلع اصور يعني متسبي في المدرجات. تمام. فطبعا ماتش شغال فطبعا ربنا كرمني ان انا صورت لحظه مهمه جدا في البطوله او يعني في تاريخ منتخب مصر في البطوله لو لحظه تبديل ابو جبل وين مكانه يعني محمد صبحي. فطبعا لو انا مش موجود في المكان ده في التوقيت ده اللي هو ربنا يعني حاطيني فيه ما كنتش خدت الصوره دي لحظه التبديل وهو متضايق وصبحي نازل ورد صبحي قبل بني حسن يعني في برضه يعني كل حاجه يعني واضحه الكاميرون 2021 وعلى منتخب مصر ظاهر وكل حاجه هايل.